الاجتماعيه. فهو عوض ما كيبقى في حبيس واحد العالم ديال المغلق المغلق كيخلق في المسرح كيعطي هذا الاندماج. انا كنفكر في المستقبل ولكن ما كاينش المدخول، هذا هو مشكل. عندي الدبلوم ديال الكوزينه طبخ، ولكن الخدمه ما كايناش في المغرب، ماشي بحال لا كانوا في جدول اخر الدول الاخرين كيخدموهم، ولكن المغرب وار. انا كنت كنطيب بزاف في الجمعيه معاهم، ولكن فاش توقفنا صافي كندير اشويه ديال الشغل مع ماما نطار وهادشي اللي كاين، ولكن الدراسه كتشجعنا اكثر. الجمعية التسلم كتشجعنا اكثر في بزاف الحوايج. انا تنطلب صراحه بغيت نخدم، بغيت ندير المستقبل ديالي ونزيد لقدام، والله ما كرهتش، ولكن ما كاينش المدخول، هذا هو المشكل. كنتمنى يخدمونا جمعية التسلم يشوفوا لنا الحل، سيموني يشوف لنا الحل ديال وضعيه الاعاقه، بانهم خصو يقف معاهم ويخدموهم، حيت حنا دابا بحال ضايعين جالسين في الدار بحال نديرو والو. حتى صاحبتي حتى هي ضايعه سميره، بالنسبه للدراري الكبار ضايعين بزاف. هاد بزاف ديال الاعاقه سواء اي واحد يقف معاهم، سواء نكون عاديين يقفوا مع المعاقين، حيت انا كنشوف بزاف الفيديوهات في اليوتيوب كيقفوا معاهم معاقين عاديين وكيخدموهم، ولكن هنا ما كاينش هذا الشيء، هذا هو المشكل. انا راه خدمت معاهم في الكاس 5 سنين ذوي الاحتياجات الخاصه، ولقيت عندهم اللي ما لقيتوش مع الاطفال العاديين في